خلوني هروح لموضوع انا اعتقده رائع جدا وكان لنا حظ ان احنا اتكلمنا فيه وخدنا بشاره وقتها، وهو اكبر طرح وحدات سكنيه لمحدودي ومتوسطي الدخل، بيشمل 25 محافظه. 25 محافظه. طيب خلونا ناخد معانا مهندس مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي. اهلا 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 استاذ يوسف، وحضرتك قلت ليك الطبق وانا قلته عند حضرتك، بس يعني ما كان مع حضرتك يعني يا بختي يا بختي يا بختي جدا، ربنا يخليك. الناس اللي طول الوقت قاعده ماسكه ربابه بره وتقول اصل ما فيش احساس بالغلابه وما فيش احساس بمحدود الدخل ولا شيء يحدث في مصر، وكان هذا الطرح اليوم ياتي كرد بليغ، في حين انه ده مش الطرح الاول يعني، بس هو طرح ضخم. انا قعدت قريت تفاصيله الحقيقه بقيت منبهر، بس عايز اعرف انه كمان حصل بعض التعديلات على الشروط، تعديلات ايجابيه يعني تسمح للناس بان هم يروحوا يشتروا كراسه الشروط وباذن الله هم بطنهم بطيخه صيفي زي ما بيتقال، مش كده؟ بالظبط كده يا فندم. هي الحمد لله هو طرح كبير متنوع بيغطي كل محافظات الجمهوريه زي ما كنت قلت لحضرتك قبل كده. حصل الوحدات باسعار قليله جدا مدعومه بشكل كبير. انا كنت شرحت مع حضرتك المره اللي فاتت ان انا النهارده تنفيذ الوحده مقاول بيجي ينفذها لي ب 360 ب 370، نفس وحده الاسكان الاجتماعي دي بنحط عليها اعباء تمويليه، تكلفه التمويل اللي احنا بنستخدمه في فتره الانشاء بنحط عليها تكلفه مرافق، تكلفه ان الارض دي احنا بنخصصها مجانا. فالوحده اللي انا النهارده طرحها في اعلان دي ب 210 او ب 207 دي تكلفتها النهارده عشان اعمل زيها تاني بتقف عليا في حدود ال 600,000 بدعم الفايده بدعم المرافق بتكلفه التمويل بكل الكلام ده. فلا ده يعني في برنامج، وبرنامج في مسانده كبيره جدا لمنخفض الدخل. الحمد لله زي ما حضرتك قلت ده مش اول اعلان عشان الناس ما تقولش احنا بنقول كلام. أيوة. النهارده ده الاعلان رقم 15 اللي 15 من اول ما انشئ الصندوق، بخلاف الحاجات اللي عملناها لصالح هيئه المجتمعات وحدات الاسكان المتوسط والكلام ده، فيعني عدد كبير جدا. احنا وصلنا تقريبا لمليون متقدم، نص مليون واحد او 450 عشان اكون دقيقه استلموا وحدات، اخذوا تمويلات من البنوك، ناس منهم كانت اول مره تشتغل مع بنوك، دخلنا في منظومه الشمول المالي، كتير منهم بيشتغلوا مهن حره عشان ما حدش يقول لي ده برنامج للموظفين فقط. 60 او اكثر من 60% من المستفيدين من المهن الحره والعاملين بالقطاع الخاص، مش شرط مؤمن عليهم ولا حاجه. رفعنا سقف الدخل لانه الناس بتقول الدخول اتحركت وما بنلاقيش وحدات تتناسب برضو معانا، فاحنا حركنا مستويات الدخل في ظل التغيرات الاقتصاديه اللي حصلت. ده مش معناه ابدا ان الناس اللي دخلها اقل مش هتاخد، لا هتاخد وهيظل القسط قليل جدا، واي حد يقدر ياخد من اول 1500 جنيه. حلو قوي الكلام ده. طيب اللي انا فهمته كده ان الوحدات تقريبا سعرها من حوالي 195 لحد 360,000 حاجه كده، لحد 310، وال 310 دي عشان وحدات تحت التنفيذ فقابله للزياده في حدود 10%، فلو زادت في 25 محافظه. بس انا في عندي وحدات موجوده اظن في القاهره والجيزه، بس دي تسليم بعد 18 شهر صح؟ بالظبط، اللي موجوده في الجيزه هم في العياط وفي مدينه اكتوبر الجديده. حضرتك عارف ان اكتوبر طبعا توسعت بشكل كبير لدرجه ان احنا قسمناها 3 مدن. طيب باذن الله الوحدات دي بيتم تسليمها متشطبه يا فندم؟ كامله التشطيب وجاهزه للسكنه على طول، يعني اللي بيخش بيفرش يعني اول ما يخلص اجراءاته مع البنك ويمضي العقد يقدر ان هو يروح يستلم الوحده فوري. المواطن يروح الاول ياخد كراسه الشروط زي ما قلت لي الاسبوع اللي فات؟ بالظبط يا فندم، في مكتب البريد. احنا الكراسات هتكون متاحه من الحد، مش الحد اللي جاي ده، الحد اللي بعده. احنا بس بنحب ان ننوه قبلها مسبقا عشان اللي بيفكر يقدم يبقى عارف المحافظات ويبتدي يجهز المقدم والحاجه بتاعته. المقدمات بتبقى كام في الميه تقريبا يا فندم؟ احنا بنتراوح من 15 ل 22 حسب بقى سعر الوحده اللي هو هيختارها في المكان اللي هو عايزه. عظيم جدا. طيب بخصوص بقى مستوى الدخل،
انا اعرف ازاي ان انا ينفع اروح اسحب كراسة الشروط دي وان انا مشمول في هذه الخدمة في هذا او في هذه الوحدات؟ احنا قلنا مستوى الدخل الحد الاقصى للاسرة بالنسبة لمحدود الدخل 8000 والاعزى ب 6000. لو حد من متوسطي الدخل عايز يقدم هنسمح له يقدم، سقف الدخل بتاعه 18000 للاسرة و 13000 للاعزى. طيب ده حلو جدا، ودي تبقى في اطار مبادره ال 3%. اه بالظبط، لان الوحدات سعرها منخفض. طبعا يعني احنا بنوصل في التمويل لمنخفض الدخل لحد 30 سنه ولمتوسطي الدخل 25 سنه فقط، المقدم عند محدود الدخل 10 وعند متوسطي الدخل 15. سحب كراسات الشروط بدا من النهارده الصبح مش كده؟ لا، هيبدا ان شاء الله من الحد 25، اسبوع لذوي الاعاقه لوحدهم عشان التزاحم وكده يبقى المساله سهله عليهم، ثم بعد ذلك 3 اسابيع اخرين لكل المواطنين يسحبوا الكراسات، وفي نفس الوقت اللي بيسحب الكراسات بيقدر يروح يدفع مقدم جديه الحجز ويبدا يرفع الاوراق بتاعته على النظام الالكتروني للصندوق. طبعا ما ينفعش حد يكون استفاد من وحدات مماثله قبل كده ويقدم. لا طبعا، اكيد احنا عايزين ندي اولويه. انا زي ما قلت لحضرتك الوحدات فيها دعم كبير، يعني قد مرتين تكلفتها، فطبعا الاولى ان احنا ندعم حد بياخد سكن للمره الاولى ما استفادش قبل كده وهيروح يسكن فعلا في الوحده محتاجها يعني. طب لو حد فندم واخد قرض من البنك عشان مثلا كان بيشتري عربيه ولا خد قرض وبيدفع مثلا مصاريف الولاد في المدرسه، هل من حقه ولا لا؟ واذا كان من حقه هل فيها شروط معينه؟ لا مفيش مشكلة، هي المشكلة الوحيدة بتكون أعباء الديون اللي هو بيدفعها للأقساط، يعني هو لو ليها نسبة معينة من الدخل كل أعباءه ما تزيدش عن 40%، فهو لو بيدفع 1000 جنيه ودخله 4000 جنيه مفيش مشكلة، هيقدر إن هو ياخد قسط كمان للإسكان في حدود 1000 أخرى أو 800 جنيه، الوحدات اللي إحنا منزلينها دي فيها أقساط بتبدأ من 400 جنيه و 500 جنيه بإذن الله، مش هيكون فيها مشكلة بإذن الله. طب ما فيش وحدات نازلة القاهرة واسكندرية قريب؟ ما احنا اكتوبر الجديدة دي بقى احنا نزلناها مفاجأة، انا ما كنتش قايلها. دي محافظة الجيزة. طب اسكندرية اصل انا خدت بالي ان اسكندرية مش موجودة. في برج العرب، في وحدات في برج العرب الجديدة. في برج العرب صح. انت عارف برضو وجه بحري الأراضي فيها ندرة أكتر شوية، واحنا يعني بنتوسع عمرانيا بقى يمين وشمال يعني. بإذن الله. أنا بشكرك جدا 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 جدا، شكرا على مكالمة الأسبوع اللي فات اللي قلت لنا فيها هذا السبق، شكرا جدا على وقتك النهاردة وعلى هذا الجهد المبذول في الصندوق، ألف شكر ليكي، ألف شكر. شكرا مهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي.